بس الحقيقة في جوانب تانية من المشكلة، مش كل الناس ماشية بما يرضي الله، يعني حتى المواطن أحيانا بيستغل ثغرات المنظومة البايظة دي وبيعمل مشاكل هو كمان، وبيستولي على المال العام أو بيبيعها صيته لناس تانية أو بيبيعها لصاحب المخبز اللي بيستغل هو كمان المنظومة الفاشلة دي عشان يستولي على المال العام والدعم اللي الدولة بتقدمه للمواطن. وادي خبر بيقول لك ضبط صاحب مخبز لتجميعه 539 بطاقة ذكية للتلاعب بالحصة التموينية بالبحيرة. يعني ايه بقى صاحب مخبز يبقى معاه العدد ده من بطاقات الناس؟ السؤال الأهم عشان نمنع المشكلة دي، هو ليه البطاقات دي أساساً أي حد ممكن يستخدمها ويروح يسحب بيها من أي حتة ومن أي محافظة؟ وده بقى اسمه سيستم وتكنولوجيا؟ صحيح، ما هو السيستم واقع. وادي خبر تاني بيقول ضبط 858 بطاقة تموينية مخالفة للقانون. واحدة ست مجمعة البطاقات دي علشان تتلاعب بالرصيد اللي فيها، عشان هي عندها محل من المحلات اللي بتتعامل مع التموين في محافظة المنيا. وادي الغربية كمان ضبط سيدة استولت على 146 بطاقة. وعندك كمان 1965 بطاقة في الجيزة مع واحد صاحب مخبز مجمعهم عشان يتلاعب بالرصيد ودفاعي يا حكومة. طبعا كل ده كوم والكارت الذكي الذهبي اللي موجود والوزارة مديال صاحب المخبز عشان يصرف منه للناس اللي ما معاش بطاقات إلكترونية، كوم تاني خالص. للأسف أصحاب المخابز اللي ما عندهمش ضمير بيعملوا معاملات وهمية على الكروت دي، لدرجة أن وزارة التموين نفسها بتقول أن الكروت دي بتهدر 6 مليون رغيف في اليوم، وبرضو ادفاعي حكومة. والله يا جماعة لو فضلت أكلمكم بس على كمية القضايا اللي في الموضوع ده مش هنخلص، بس الموضوع فعلا زاد عن حده والمنظومة فيها تلاعب وفشل من كل الاتجاهات. وزارة التموين باعترافها بوجود مشاكل في المنظومة مسؤولية مباشرة، والمواطن نفسه اللي منه ضحية واللي منه مساهم في سرقة المال العام، سواء صاحب مخبز أو مواطن بيبيع حقه في الدعم لغيره أو حتى موظف فاسد في الحكومة. ده غير بقى شركات الكروت، ودي بقى خليها على جنب دلوقتي عشان لينا معاهم وقفة تانية. وقبل ما تقولي ان انا بتجنى على حد، ادي موظفين في التموين في اسكندرية اتقبض عليهم في واقعة فساد ليها علاقة بالكروت الذكية، واتظبط معاهم 914 بطاقة بتاعت ناس. يعني لما يبقى موظف عام هو اللي بيسرق المال العام وبالمنظومة الالكترونية، يبقى في حد يقدر يقولي ان دي منظومة اساسا؟ بصراحة هي منظومة فاشلة باعتراف الوزارة. لما يطلع المتحدث باسم وزارة التموين يقول لك المنظومة مليانة مشاكل، يبقى كتر خيرهم بصراحة انهم معترفين، بس ده ما يعفهمش من المسؤولية الجسيمة في إهدار المال العام والفساد. نيجي بقى للشركات، ودول بقى حكايتهم حكاية. للأسف الحكومة اتعاملت مع الشركات اللي بتشغل الكروت دي من غير معايير، ولا عملت أي ضوابط وخلتهم يشتغلوا براحتهم خالص لحد ما بوظوا المنظومة أصلا. والأهم بقى ان الفساد وصل للموظفين. انا عن نفسي مش مستغرب، كنت واثق من حاجة زي كده، لأن المنظومة ما فيش فيها أي ضوابط على الإطلاق، خصوصا على الشركات اللي مبوظة الدنيا برضو باعتراف وزارة التموين. المهم إن السيد وزير التموين بيقولك هنمهل الشركات اللي بتشغل الكروت 48 ساعة لحل مشاكل المواطنين. مش فاهم إزاي، بس ماشي، مشاكل إيه اللي اتكلمنا عليها دي اللي ممكن تتحل في 48 ساعة؟ وقال الحكومة ما كانتش عارفة إن الشركات دي ما عندهاش معايير لتشغيل منظومة بحجم منظومة التموين اللي فيها أكتر من 80 مليون مواطن.